شاركت وزيره التضامن الاجتماعي نيفين القباج في احتفاليه نادي الصيد التي اقيمت تحت عنوان المرأه المصريه ايقونه النجاح وذلك في اطار احتفالات الدوله بالمرأه المصريه. وخلال الاحتفال تم تكريم السيدات المتميزات والامهات المثاليات لعام 2022 بنادي الصيد حيث اكدت القباج ان الرئيس عبد الفتاح السيسي انصف المرأه المصريه. التي تولت مناصب قياديه وتنفيذيه في الدوله فهناك دور ريادي للمراه المصريه في مواقع العمل المختلفه وكذلك في مواقع المسؤوليه المجتمعيه